معنا من الخرطوم مصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي. مرحبا بك سيد مصباح. إلى أين أو إلى متى ستستمر هذه الاشتباكات وهذه الحرب بين الدعم السريع والقوات المسلحة، وما المتوقع منها بعد فترة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية وتحية للمشاهدين، ونسأل الله أن نترحم على الشهداء الذين سقطوا في هذه الحرب اللعينة، ونسأله أن يشفي الجرحى وأن يكشف عنا هذه القمة. هذه الحرب التي نراها أمامنا بهذه الصورة المشتعلة لا يمكن أن تنتهي لصالح أي من الطرفين، لأنها تسير بصورة واضح أنها يعني لم يتم تصورها بالشكل الذي مرض عليه، وهي الآن تبلغ يومها الخامس ولا تزال موازين القوى متعادلة ما بين الطرفين، وحال التحشيد المتبادل بين الطرفين موجود، وكذلك أيضا هنالك توتر في كافة أنحاء البلاد. في معظم ولايات السودان هنالك مناوشات ومحاولة للسيطرة من قبل قوات الدعم السريع لبعض المناطق. كل ذلك يؤكد أن هذه الحرب ستكون طويلة، لن تكون حربا يعني قصيرة المدى، وهو ما يزيد معاناة المواطنين ومعاناة الشعب السوداني. كما في الخليفة الثلاثين قبل قتل هذه الحرب، مؤكد أن الخطر الأكبر فيها الشعب السوداني، وحتى الطرفين لم يتكاتفوا في هذه الحرب عريضة. ما نسعى إليه الآن كل القوى المدنية والقوى السياسية هو ضرورة أن يتم تهدئة الأجواء في هدنة على الأقل، تثبيت الهدنة التي طلعت بالأمس، رغم أنها يتم الالتزام بها. في هذا الإطار سيد مصباح، ما هو دور هذه القوى المدنية، وإلى أي مدى هي قادرة فعلا على إيصال صوتها إلى القيادات العسكرية، إن كان في الجيش أو في الدعم السريع؟ القوى المدنية متواصلة على مدار اليوم بالطرفين، وبذلت جهود عزيزة جدا في أن توقف هذه الحرب حتى قبل أن تندلع. ولذلك حتى للأمس، حتى مساء الأمس، هنالك اتصالات تجري بضرورة أن توقف هذه الحرب بأي شكل من الأشكال، وأن يتجه الطرفين إلى طاولة الحوار لمعالجة القضايا الخلافية. لا تزال هذه الأمور تبحث، وكذلك هي أيضا تدرس ضرورة تشكيل لجنة وطنية لمراقبة الهدنة حتى يتم الاستفادة من هذه الهدنة، لأن واضح على الأرض القوات وأن الانفلات موجود في كافة أنحاء ولاية الخرطوم، وبالتالي الهدنة لم تكن يعني فيها التزام بوقف إطلاق النار. هذا الوضع الآن هو الوضع الإنساني الذي يشكل الأولوية، ومن ثم بعد ذلك ضرورة أن توقف هذه الحرب بأي شكل. الضغط يستمر على الجانبين من المجتمع الدولي من القوى الوطنية، وأعتقد أن الظروف الراهنة وأن التعقيدات الماثلة أمامنا في كافة أنحاء البلاد يدفع الطرفين لقبول وقف الحرب. ما في مجال لاستمرار هذه الحرب، لأن كل فتحة تتزايد يوم بعد يوم، وكذلك أيضا الأوضاع الإنسانية تتعقد يوم بعد يوم، خاصة مع عدم توفر الكهرباء والماء. طيب سيد مصباح، هل لدى الطرفين الإمدادات الدائية والدوائية للعظم والقرطوم؟ طيب برأيك، هل لدى الطرفين قناعة أن أحدهما قادر على القضاء على الآخر بالكامل؟ للأسف الشديد، كل من الطرفين يعتقد بقوته ويعتقد أنه يستطيع أن يقضي على الآخر، رغم من أننا مقتنعون بأن القوات المسلحة هي تمتلك القدرات الخبرة الطويلة، ولكن في النهاية هذه الحرب بين مؤسسة واحدة، يعني القوات المسلحة والدعم السريع جميعهم يندرج تحت مؤسسة القوات المسلحة، وبالتالي هذه الحرب مهما حدث فيها من أي من الطرفين سيكون الاثنين خاسرين. ولذلك هذا التعنت مرفوض، يعني وهذا التعنت سيقود البلاد إلى الهاوية. الوضع الآن لا يسمح أصلا باستمرار هذه الحرب مهما كانت. صحيح هنالك تعنت من الجانبين، وهنالك لكل منهما اشتراطات. طيب
اشتراطات للاسف الشديد هي اشتراطات مربوطه بقضايا اشبه للقضايا الشخصيه. عندما يقول السيد قائد الجيش انه او السيد نائب عضو مجلس السياده ان القضيه مشكله بينهم وبين حميتي وشقيقه، وايضا حميتي يقول ان المشكله ما بينه وبين البرهان وكباشي، هذا امر شخصي اكثر لا علاقه للشعب السوداني به ولا المؤسسه العسكريه بشقيها. وبالتالي هذه الحرب هي حرب يعني لا نقل الشعب السوداني فيها ولا جمل ولا علاقه لها اصلا بمصالح الشعب السوداني. طيب استاذ مصباح، من الاحوال يجب ان يتجه الطرفان لمعالجه القضايا. سيد مصباح، ما تقييمكم ايضا لردود الفعل والمواقف على المستوى الاقليميه والدوليه، والى اي مدى هي قادره اليوم على الضغط لوقف دوامه العنف في السودان؟ للأسف الشديد رغم التفاعل الدولي مع الأحداث ومحاولة المناشدة الطرفين، لكن نحن تعودنا في كل الحروب التي نشأت في بلدان التدخل الدولي دائما بطيء وتكتنف كثير من التناقضات، وليس هنالك موقف موحد يضغط على الطرفين من أجل إيقاف هذه الحرب. يعني رأينا ذلك في عدة دول والسودان ليس استثناء، وقيل دليل على ذلك ما دار في اليمن وما دار في دول أخرى. بالتالي نحن لا نعول كثيرا على المجتمع الدولي رغم يعني تقديرنا للجهود التي يبذلها، نعول على الجهود الوطنية وعلى الوساطة الوطنية وعلى ضغط الشعب السوداني على الطرفين لوقف هذه الحرب. هذه هي الآلية الأكثر فاعلية، ومن ثم بعد ذلك نحن ننسق مع الجهود الدولية في الرباعية الدولية والآلية الثلاثية والأمم المتحدة بضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية وبضرورة أيضا يعني الضغط لوقف هذه الحرب. لكن حقيقة شكرا لك من الخرطوم مصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي.